المغرب فقد حتى سيادته الاقتصادية والسياسية بسبب إصراره على استمرار في احتلال الصحراء الغربية. المغرب باع كل شيء لإسرائيل مثلا، وقبلها باع كل شيء لفرنسا حتى تخلت عنه فرنسا. نظام المخزن لم يعد قادرا على حماية نفسه وبحث عن الحماية لدى إسرائيل. وأعتقد بأن الحرب في غزة يعني بينت بأن لجوءه إلى إسرائيل كان عبثا. النظام المغربي هو سرطان، ولا نتحدث عن الشعب المغربي. بسبب هذا السرطان هذه المنطقة الآن داخل الاتحاد الأفريقي هي الأقل حضورا. يجب أن نكون واضحين، المغرب ليس هو من يحتل الصحراء الغربية، ربما بشكل مباشر نعم، هناك قوى خلف المغرب تفرض عليه أن يلعب دور البيدق الذي يعرقل يعني التكامل المغاربي. هذا بكل وضوح، الصحراء الغربية هي ضحية المباشرة لأجندة دولية أكبر.